ده بيتكلم ده فرحه بكره يا جدعان. يعني هذا اول عيد المفروض يعني ده فرحه لله. افرنجي خالد شوف شكله النهارده، بكره هيبقى واحد تاني خالص. الله يبارك فيك. النهارده قاعد على القهوه مستعد لتومورو، نزلني على الفاضي النهارده، ضربت البدله. ايه؟ بلاش فضايح بقى، احنا بنتكلم على كلام هيطلع على الهوا دلوقتي. شد الشتيوخ.